علي شراق هو حكم دولي حكم مساعد الثاني، ومراقب المباراة ماجد العنزي. إذا صافرت حكم اللقاء اللي يتقدم في الكرات الركنية سامي الصانع يلعب الكرة العرضية كالديرون، ولكن إلى خارج أرضية الملعب. المركز الخامس في الموسم الماضي مع نادي العربي من دون محترفين، حقق مركز خامس. الباطل طلال الفاضل يلعب تمريرة إلى جمعة سعيد ممتازة على اليمين لمصلحة سامي الصانع. سامي الصانع يلعب الكرة العرضية الخطيرة جمعة، ولكن إلى خارج أرضية الملعب. جمعة سعيد بعد عرضية ممتازة كانت من سامي الصانع، وسامي الصانع هو اللي كان متسبب في الكرتين الخطيرتين لمصلحة نادي الكويت في العرضية الأولى اللي كانت لسيسوكو، وفي هذه العرضية الثانية لجمعة سعيد، ولكن الكرتين كانت إلى خارج أرضية الملعب. محاولتين شباب، وصلت الآن المحاولة لمصلحة كالديرون، لعبها ممتازة لجمعة سعيد. جمعة خطير، جمعة الآن مع الكرة، جمعة أمام أكثر من لاعب، جمعة يلعب التمريرة إلى شاهين، تسديدة من شاهين ضعيفة وصلت إلى كالديرون، خطيرة هذه لمصلحة الكويت، وركلة الجزاء. ركلة جزاء تحتسب الآن لمصلحة نادي الكويت، يفضل فيها الخطأ. لاحظ مبارك سعيد، مبارك واضحة، مبارك من دون أي كرة، من دون أي لمس للكرة، مبارك أسقط كالدي. ركلة الجزاء لمصلحة نادي الكويت. جمعة سعيد، علي فاضل في الشباك، جمعة ويسجل، نعم هدف الجول، جول الأول لمصلحة نادي الكويت عن طريق جمعة سعيد. جمعة من نقطة الجزاء يسجل أول أهداف نادي الكويت في شباك الشباب بعد مرور 23 إلى 24 دقيقة في هذا الشوط الأول. جمعة سعيد من نقطة الجزاء قوية في اليمين في شباك علي فاضل لتصبح النتيجة الآن هدف لجمعة، هدف للكويت، ولا شيء للشباب، ولا شيء كذلك لحارس مرمى الشباب علي فاضل. سعيد عادت لحسين حاكم وجمعة سعيد بحثا عن ركلة جزاء، ولكن حكم اللقاء لم يحتسبها لمصلحة الشباب. عادت مرتدة الآن لمصلحة نادي الكويت، خطيرة هذه تلعب التمريرة يتركها، ولكن حكم اللقاء يعود للخطأ لمصلحة طلال الفاضل. خطأ لمصلحة طلال الفاضل أمام أكثر من لاعب، أمام ثلاث لاعبين طلال الفاضل، وأتنجى بعد ذلك يعني المرة الأولى شد ما طاح طلال الفاضل، لحقها عشان يطيحها مرة ثانية ونجح أنه يسقط طلال الفاضل، والخطأ يحتسب لمصلحة الكويت وبطاقة صفراء على أتنجة. هنا الكرة اللي كانت تبعد الكرة من أمام جمعة سعيد، وصلت الآن إلى مرتدة خطيرة جدا لمصلحة نادي الشباب. مرتدة خطيرة، الزنكي مع الكرة، الزنكي خطيرة جدا لمصلحة الشباب، ولكن التسديدة إلى خارج أرضية الملعب. فرصة خطيرة جدا لمصلحة الشباب كانت عن طريق أحمد الزنكي. محاولة، لاحظ الزنكي طلاقة سريعة جدا ومراوغة من حسين حاكم، وبعد ذلك اتخذ قرار التسديد، سدد بيمينه ولكنها إلى خارج. رتمة قليل حتى هذه اللحظة على عكس الشوط الأول اللي رتمة كان متوسط نوعا ما، مباراة جيدة كانت نوعا ما في شوطها الأول. اتيحت للكويت أربع فرص سجل من نقطة الجزاء، اتيحت لنادي الشباب أربع فرص وما سجل منها، والخطأ الآن يحتسب لمصلحة جمعة سعيد. جمعة يبدو أنه أصيب في الكرة الأخيرة، واعتراض من لاعبين الشباب اللي يعترضون من بداية الشوط الأول. غريب الشباب في هذا اللقاء، يعني الأخطاء واضحة، لو في شيء بنقول إنه في شيء، ولكن خطأ مثل هذا على أتنجة يعترض عليه حتى لو كانت على الكرة يا أتنجة. الدخول متهور جدا انتهز على الناحية اليمنى مثل سامي الصانع في الشقين الهجومي والدفاعي. عادت الآن المحاولة، كالديرون تمريرة ممتازة لحسين الحربي، خطيرة هذه فرصة الثانية لمصلحة الكويت. الحربي إلى جمعة، ولكن علي فاضل أبعدها من أمام جمعة، فرصة الهدف الثاني، إضاعة غريبة للهدف من جمعة سعيد. محاولة الآن بحثا عن ركلة الجزاء، ولكن لم يحتسبها علي جعفر. عادت الآن محاولة إلى طلال فاضل، جول الثاني لمصلحة الكويت. طلال تسديداته السم صاروخ، ما تغشمر أبد، سدد توهق فيها حارس المرمى علي فاضل، حاول أنه يبعدها باقته. عادت الكرة منه لمصلحة حسين الحربي وسددها حسين وسجل الهدف الثاني لمصلحة الكويت، على الرغم من أن علي فاضل تصدى كذلك للكرة الثانية، ولكنها بعد ذلك وجدها في شباكه، من تحت دخلت في شباكه، هدفين لمصلحة الكويت ولا شيء لمصلحة
الشباب والشباب زنكي الآن في المحاولة لمصلحة نادي الشباب ولكن افتكت من نادي الكويت عادت للشباب خطيرة هذه دوغلاس سانجنا ولكن التسديدة يتصدى لها مصعب الكندي المحاولة الأخيرة التسديدة دوغلاس وتصدى لها مصعب الكندري وبعد ذلك الابعاد من لاعبين نادي الكويت لاحظ تمريره ممتازه كانت ناحيه دوغلاس سانجنا سددها لاعبين خروج اللاعبين ما يعاني كثيرا من هذه الناحيه نادي الكويت المحاوله الان لمصلحه نادي الشباب مراوغه من امام حسين حاكم من الزنكي الزنكي الان في المحاوله اكثر من مراوغه ممتازه من الزنكي ولكن العرضيه بعد ذلك والتسديده ويتصدى لها مصعب الكندري مع عبد الهادي خميس والزنكي منذ بدايه الشوط الاول كان افضل من اختيار ابراهيم في هذا اللقاء وهنا العرضيه ولكن مرت من دوغلاس وصلت الى سامي الصانع ومعها تاتي صافره الحكم علي جعفر لنهايه احداث هذا اللقاء في كاس الاتحاد لكره القدم في الجوله الثانيه الكويت يستطيع الانتصار بهدفين هدف في الشوط الاول عن طريق جمعه سعيد من نقطه الجزاء وهدف في الشوط الثاني عن طريق حسين الحربي مبروك للكويت ومحبينا هارد لك للشباب ومحبينا نلتقي باذن الله في لقاءات قادمه الى اللقاء